السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب وطالبات التمريض لسنة 20، السنة اللي كلنا علمت فينا لأنها سنة الكوفيد 19 واللي منعتنا إن احنا نتقابل فيس تو فيس، لكن إن شاء الله اللي جاي يبقى أفضل ونتغلب على الأزمة دي بإذن الله تعدي على خير إن شاء الله. أعرفكم بنفسي الأول، أنا اسمي الدكتورة مها البلتاجي، إن شاء الله أدرسكم مادة الأناتومي فور نيرسينج أو تشريح التمريض، طبعا تشريح جسم الإنسان. مادة التشريح مادة بسيطة وسهلة وشيقة. لو سألتوا زمايلكم على مدار ال5 سنين الماضيين عن مادة التشريح وعن الذكريات الجميلة اللي سبناها سوا احنا وهم، هتتشوقوا بإذن الله للمادة وهتحس فعلا ان هي المادة اللي هتفضل فاكرها وهتفيدك بعد كده ان شاء الله في حياتك العملية. طيب الاناتومي، يا ترى انا هدرس ايه في الاناتومي؟ كلمة اناتومي يعني معناها تشريح، بدرس فيها من اول اصغر شيء لاكبر شيء. يعني ايه؟ يعني من اول اصغر جزء في جسم الانسان وهو ايه؟ وهو الخلية، السل، لحد لما اوصل لحاجة اسمها السيستمز او الانظمة في جسم الانسان، اللي هي الجهاز الهضمي، الجهاز البولي، الجهاز التناسلي، الجهاز القلبي الوعائي، الجهاز العصبي، وهكذا. فالمادة شيقة جدا وفي كل مرحلة بتحس ان انت بتستفيد منها اكتر واكتر، وما بتتوقفش ابدا على المادة اللي انا بديها لك، لا انت بتحس ان انت عايز تعرف فيها اكتر، بتدخل على اليوتيوب وبتدور على سورسز تانية عشان تسمع اكتر وتشوف فأطالس اكتر وهكذا. طيب زي ما قلت لكم، انا اسمي الدكتوره مها البلتاجي، انا اصلا خريجه كليه الطب من مصر، وحضرت الماجستير والدكتوراه في جامعه نوتنغهام في انجلترا، تخصصت في تشريح الجهاز العصبي او ما يسمى بالنيورو اناتومي. النيورو اناتومي ده ماده شيقه جدا، اللي هو بندرس فيها تشريح المخ والحبل الشوكي والاعصاب الطرفيه اللي خارجه منه، والامراض المرتبطه في حاله حدوث قصور في الجهاز العصبي. فهي ماده شيقه وماده ابليكابل قوي، وماده ليها كلينيكال كتير زي ما هتشوفوا بعد كده ان شاء الله. طيب اول حاجه كلكم بتسالوا عنها، طيب انا هذاكر منين ماده الاناتومي، انا هذاكرها منين؟ طبعا الموضوع ده سهل وبسيط ان شاء الله، مش هنتعب فيه ابدا، لان الوسيله للمذاكره او السورس اللي انا بطالبك فيه بالمذاكره هو السلايدات. فالسلايدات اللي انا بحطها على موقع الاي ليرنينج او على الروابط اللي انا بحطها على التشانل بتاعتي في اليوتيوب، هي دي السورس الموثوق اللي هتحصل منه على الماتيريال بتاعتك. يعني في كل محاضره هتلاقيني نزلت لينك على الاي ليرنينج، اللينك ده هيوديك على القناه بتاعتي اللي هي باسم مها البلتاجي على اليوتيوب، وهتسمع الفيديو اللي انا هكون مسجله لك، او هتتفرج على الرسم اللي هرسمه بايدي على الشاشه، او هتسمع المحاضره اللي متسجله كانك في المحاضره الصفيه بالظبط. فما تقلقش من طريقه المذاكره، طريقه المذاكره هي زي ما بقول لك كده، اولا السلايدات بتاعتي تكون معاك. هتوصلك ازاي السلايدات؟ زي ما قلت لك هتلاقيها على موقع الاي ليرنينج، كل محاضره موجوده بالباوربوينت بتاعها بالبي دي اف، وهتلاقي فيه لينك، اللينك ده هياخدك على التشانل على الفيديو اللي انا منزلاه لشرح الماده اللي انت مطالب فيها. طيب دي اول حاجه عرفت السورس بتاعي هذاكر منين. خلي بالك برضو ان السلايدز اللي هتذاكر منها تكون اب تو ديت، يعني ما تجيبش السلايدات بتاعت السنوات اللي قبل كده وتذاكر منها، لان اكيد مراعاة للظروف هيبقى في تغيير، الماتيريال طبعا هتقل كتير عن الاونلاين، طبعا الماتيريال بتاعت الاونلاين هتقل عن الماتيريال اللي قبل كده، وهيبقى في فيديوهات اكتر، يعني وسائل مساعدة اكتر
لانك توصل للفهم اللي انا عايزاه او توصل للحاجه اللي انا عايزه اوصلها لك. طيب ازاي اذاكر اناتومي؟ كلمه اناتومي زي ما اتفقنا معناها ايه؟ تشريح. طيب بما اني انا مش هدخل مشرحه، طبعا احنا يعني للاسف السنه دي مفيش عملي، فانا ان شاء الله ربنا يسهل والظروف تتحسن واحاول ان انا اعمل لكم فرصه زي الطلبه في السنوات الماضيه ان هم يدخلوا المشرحه ويشوفوا بعينهم الجثه والهيكل العظمي ويشوفوا الاشياء اللي احنا فضلنا نتكلم فيها طول الثلاث شهور على مدار الفصل كله، يشوفوه بعينهم ويشوفوا الواقع بقى، يعني مش كله كلام نظري، لا ده انا لازم اشوف عملي كمان. طب انا هستعيد عن ده بايه؟ لازم يكون معايا اطلس، اطلس اناتومي. الاطالس سهله جدا ان انا احصل عليها، لان اغلب الاطالس دلوقتي موجوده بي دي اف على المواقع الاونلاين ماتيريال كلها، او ممكن ان انا اشتري اطلس مصور من المكتبه مثلا واخليه عندي في البيت، او استعير اطلس من زمايلي اللي قبل كده سواء كانوا في الطب او في طب الاسنان او في التمريض حتى، يكون معايا اطلس، اي اطلس اناتومي، اي صور للاناتومي تكون معايا كمرجع، يعني كسورس ان انا اذاكر منه. طيب الاطلس زي ما اتفقنا حاجه مهمه جدا. بعد كده يكون معايا كراسه وقلم، قلم رصاص زي ده وورقه، كراسه ابدا ان انا اشخبط فيها، ارسم فيها. يعني ايه ارسم فيها؟ انا مش عايزه ارسم الرسم الهندسي اللي هو ارسم العضله شكلها ايه ولا طالعه منين ورايحه لفين ولا الشريان ده بادئ من فين والكورس بتاعه ايه لحد ما انتهى بيه المطاف، لا انا عايزه رسم كروكي. الرسم ده بيساعد معايا جدا في الفهم، كل ما ارسم اكتر وكل اما اذاكر بالورقه والقلم اللي هي الطريقه التقليديه بتاعت زمان الموضوع بيبقى اسهل بكتير بالنسبه لي. احنا بنتكلم على مذاكره الاناتومي تحديدا، اناتومي لازم يكون معايا قلم وورقه وارسم، او تاب، يعني بقى بما اننا دلوقتي كله بقى معاه التابات وكده وبيرسم على التاب، دي برضو حاجه مساعده. طيب وايه كمان؟ في الاول بتقابلني مشكله الميديكال تيرمينولوجي، لان الاناتومي اغلب دراسه الاناتومي بتبقى المصطلحات الطبيه بتاعتها لاتين ووردز، يعني مصطلحات لاتينيه مش انجليزي، فطبعا الانجليش بتاعه كويس ده بيساعده كتير قوي في فهم الاناتومي او في فهم النيرسينج عموما، لان طبعا دراسه النيرسينج كلها بالانجليش، اغلب الدراسه بالانجليش، اناتومي، فيسيولوجي، بايوكيمستري، فاندي، كل الحاجات بتلاقيها بالدراسه بتاعتها ان انجليش، لكن احنا عندنا سبيشالي في الاناتومي بنحتاج حاجه اسمها ميديكال تيرمينولوجي، يعني احنا بيبقى لنا خاصيه شويه بتميزنا عن بقيه المواد، ان احنا لنا مصطلحات مش هتلاقيها غير في الاناتومي، يعني مثلا كلمه بعيد وقريب مثلا في الـ في الـ في الـ في الاناتومي احنا بن بن بنستخدم مصطلح تاني غير فار ونير مثلا، فار ونير اللي هو ايه؟ فار اللي هو بعيد، ونير قريب، لا نقول مثلا ايه، مثلا نقول اللي هو البعيد نسميه ايه؟ lateral، والقريب نسميه medial وهكذا. فاحنا كل ده ان شاء الله هندرسه بعدين في اول محاضرتين، وهندرسه بالتفصيل وهوريكم فيديوهات مساعدة لي وهمثل بنفسي قدامكم عشان يوصل لكم الصورة اكتر. فزي ما قلت لك مذاكرة الاناتومي يبقى انت محتاج سلايد نمبر 1، نمبر 2 ان انا اسمع المحاضرة، اوعى تنسى تسمع المحاضرة لان ده هيسهل عليك 60% من المذاكرة انك تسمع المحاضرة بتاعتي او تسمع الريكورد بتاعها، لان زي ما قلت لك المحاضرة مش هتبقى لايف، انا افضل دايما ان انا اسجل المحاضرة بتاعتي وبعدين اعمل لكم لقاءات بيني وبينكم على الفيسبوك وعلى التيمز نتواصل فيها بقى مع بعض ونسأل واشوف انتوا حابين تسألوا عن ايه، وان شاء الله اجاوب على اسئلتكم كلها. تمام، يبقى عرفت ازاي ان انا اذاكر الاناتومي. برضو برجح ان انتوا تعملوا مع بعض جروبات، الجروبات دي طبعا هي كلها اونلاين. طيب الجروبات دي هتساعدني في ايه؟ هتساعدني في ان اعمل حاجه اسمها سمول جروب تيتشنج، يعني مثلا خمسه، جروب من خمسه، واحد منكم هي مثلا هو اللي هيشرح لزمايله السبجكت اللي احنا اخدناه النهارده، 10 دقائق 5 دقائق اشرح ببساطه السبجكت اللي احنا اخدناه النهارده والباقي هيستمع،
بعد كده الشخص المستمع ده هو اللي هيكون بعد كده هو اللي ايه التيتشر في المرة الجاية وهكذا. استعين دايما بذوي الخبرة، دي دايما بقولها للطلاب بتوعي سواء كانوا طب ولا صيدلة ولا هندسة ولا أي حاجة، هندسة لا طبعا، طب ولا صيدلة ولا طب أسنان، يعني اللي هم ايه الطلب عموما لازم يستعين بذوي الخبرة. يعني ايه ذوي الخبرة؟ الناس اللي قبل كده وهم ما شاء الله يعني لا يعني يدخرون وسعا في مساعدتكم. اسال كتير، اسال الدكتور او اسال الطالب اللي قبلي دوت او اللي اكبر مني عشان اوصل للماده دي وافهمها كويس. لو عندي اي سؤال بعلم عليه او حاجه مش فاهمها بعلم عليها وبعدين بسال زميلي او اسال الدكتور بتاعي في الوقت الافيلبل علشان افهم، يعني ما عديش حاجه ما فهمهاش، لان ممكن الماده بعد كده تبقى تراكميه. يعني ايه تراكميه؟ يعني الكلمه اللي انا ما فهمتهاش في المحاضره دي هتتكرر معايا كتير قوي في المحاضرات بعد كده. طب ما انا لازم افهمها علشان بعد كده ما يبقاش في عقبه ان انا ايه اواصل الفهم بتاعي في المحاضرات اللاحقه. طيب طيب طريقه التواصل بيني وبينكم هتبقى ازاي؟ طبعا انا كنت اتمنى جدا ان انا اشوفكم وجها لوجه واقابلكم في المحاضرات الصفيه المنتظمه، ولكن للظروف الراهنة الأمر ده مش هيبقى متاح دلوقتي، فهنستعيد عنه باللقاءات اللي هي الأونلاين عن طريق التيمز وعن طريق الفيسبوك. هيبقى فيه جروبات في الفيسبوك نعمل لايف، اللايف دوت هيبقى مفتوح بيني وبينكم مرة أو مرتين في الأسبوع على حسب إن شاء الله المحاضرات اللي هننزلها بعد كده، وانتوا هتتواصلوا معايا مباشرا عن طريق هذه المواقع وتسألوني الأسئلة اللي انتوا ما فهمتوهاش، او تبعتولي حتى على المسنجر بتاعي باسم مها البلتاجي الأسئلة اللي انتوا حابين تسألوها، وانا ان شاء الله هعمل يعني كل ما في وسعي وكل جهدي ان انا اجاوبكم عليها اول ما اشوف السؤال ان شاء الله. فطريقة التواصل بينا يعني مفتوحة، فما تحملوش هم ان شاء الله التواصل بينا ازاي. طيب السؤال بقى اللي دايما كل الطلبة بيدور في ذهنها، الامتحانات الاسسمنت هتبقى ازاي؟ انا امتحاناتي اسهل منها فيش زي ما بيقولوا، يعني امتحانات طبعا بتكون اونلاين بما ان تدريس المادة اونلاين، الامتحانات هتكون اونلاين وبتكون عن طريق حاجة اسمها المالتيبل تشويس او الام سي كيو. يعني ايه؟ يعني بيجي لك مثلا 20 سؤال، كل سؤال عليه درجة، السؤال بيبقى فيه رأس السؤال واختيارات، الاختيارات بتكون غالبا 5 اختيارات A B C D E، وانت بتختار الاختيار الصح بتعلم عليه والامر زي ما انتوا فاهمينه، يعني بتتحسب درجته طبعا على طول لان هي الامتحانات بتبقى ايه كمبيوترايزد. يعني طريقة الأسئلة، الأسئلة سهلة جدا ومباشرة، أنا ما بلفش في أسئلتي، وإنتوا بالنسبة لكم لأنها يعني أنا حاسة أن إنتوا دفعة مظلومة شوية، لأن طبعا السنافر بيحتاجوا أن الدكتور بتاعهم يكون معاهم وأفيلابل وكده، فأنا هنزل لكم نماذج من الامتحانات بتاعتي تكون موجودة عندكم أونلاين. مفيش أسهل من كده على موقع الإي ليرنينج، فإنت هتبقى داخل وعارف الأسئلة بتيجي إزاي، وممكن حتى السؤال تلاقي نسخة منه أو شبيه ليه بدرجة 90% في الامتحان إن شاء الله. المادة average، يعني average يعني الدرجات بتاعتكم كل ما بتجيبوا درجات عالية قوي الA scale بتاعكم بيعلى، يعني مثلا say إن 10 أو مثلا نقول 15 واحد جابوا من 100 الدرجة مثلا من 100، ف15 واحد جابوا مثلا 90%، فاحنا نقدر نقول ان الايه في الوقت ده الايه اللي هي اعلى حاجة هي عند ال90 او مثلا ال88 وهكذا. فكل لما الدفعة بتبقى نشيطة وكل ما بتجيبوا سكورز كتير او كل ما بتحلوا الامتحان اسهل، يعني طبعا الايه بتعلى. فالايه سهلة جدا في الاناتومي، انا مش عايز اخوفك من الايه ابدا، بالعكس انت لو سألت زمايلك بتوع السنوات الماضية هتلاقي ان الايه في الاناتومي اسهل منها مفيش والله، لان انت وانس ان انت سمعت المحاضرة ذكرت السلايد انت ضمنت خلاص الايه، انت مش محتاج حاجة تانية،
الباقي بقى ان انت تراجع قبل الامتحان. وكمان نسيت اقول لكم ان احنا بننزل ملخصات، الملخصات دي برضو هتبقى موجودة في معاكم على الاي ليرنينج زي ما اتفقنا. كل التواصل بتاعنا هيكون الرسمي على الاي ليرنينج، فالملخصات دي هتسهل لك كتير قوي. واللي يعرف الدكتورة مها يعرف ان هي ما بتجيبش الامتحانات بره الملخصات. طيب، وهيبقى فيه لقاء بيننا قبل الامتحان، احدد لك الاسئله او السبجكتس اللي هي داخله في امتحان الجزء ده. يعني مثلا لو احنا عندنا ميد وفاينل، قبل الميد بنعمل لقاء وقبل الفاينل بنعمل لقاء، وبقول لك الجزء اللي داخل في الميد ايه والجزء اللي داخل في الفاينل ايه. الموضوع سهل وبسيط ومش محتاج ابدا ان انت تقلق من حاجه. بالنسبه للاناتومي تحديدا، الاناتومي ماده سهله وبسيطه وسهل ان انت تجيب فيها الايه. يعني انت من الاول تكون داخل وانت مصر ان انت تجيب الايه، لان لو ما جبتش الايه في الاناتومي طب هجيب الايه في ايه بقى، في الفسيولوجي ولا في البايوكيمستري ولا في الفاندمنتال. ربنا طبعا يوفقكم في كل المواد، وكل المواد تجيبوا فيها الايه والسكور اللي انتوا عايزينه وترفعوا من معدلكم. لكن زي ما بقول لك الماده سهله، وحرام ان انت ما تضيع المجهود اللي بتعمل فيها، المجهود السهل اللي انت بتعمله فيها وما تحققش فيها السكور اللي انت عايزه. في النهاية اتمنى لكم كلكم التوفيق، واتمنى ان ان شاء الله الفترة تقصر في الجائحة اللي احنا فيها، وبعد كده الامور تبقى اسهل ونتقابل فيس تو فيس واخدكم معايا على المشرحة واتشرف بيكم واعرفكم واحد واحد، ويكون بينا ذكريات جميلة زي الذكريات اللي كانت بيني وبين زمايلكم السابقين. واتمنى لكم كل التوفيق، واهلا بكم وسهلا في العام الدراسي الجديد وفي الجامعه الام، واهلا بكم في ماده التشريح للتمريض، واسعد دايما بلقائكم واسعد بالتواصل معاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.